تعالوا دلوقتي نروح على طول لموضوع حلقتنا النهارده في نهارك ابيض، واللي كان بيتكلم عن اسباب خساره الزمالك امام الوداد، حظوظ الفريق الصعبه في التاهل لدور الثمانيه بدوري ابطال افريقيا. تعالوا كده نشوف اراء جمهورنا على السوشيال ميديا كانت ايه، والبدايه من عند مين يا احمد؟ البدايه من عند احمد الزملكاوي بيقول صباح الخير عليك يا احمد، صباح الخير عليك يا انجي، نهاركم ابيض بخطين حمر. اعتقد من وجهه نظري اسباب الخساره هي عدم تركيز معظم اللاعبين وعدم انهاء الهجمات بالشكل الامثل واضاعه بعض الفرص المحققه في الشوط الاول، بس الحمد لله على كل حال والزمالك عشق لا ينتهي. كمان سيف حجازي بيقول صباح الخير عليك يا احمد، صباح الخير عليك يا انجي، صباحكم ابيض ان شاء الله. قال ان الزمالك مر بسوء حظ كبير وعدم تركيز اللعيبه دي ادى الى اداء سلبي، وضغط الوداد علينا اثر بشكل كبير لحد ما اخذوا ضربه الجزاء واللعيبه والجهاز الفني يتحملوا الخساره. الجمهور ما عملش حاجه وحشه عشان يحصل في كل ده، ولكن الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، وراك يا زمالك على المره قبل الحلوه. هو ده اللي متعودين الحقيقه متعودين عليه دايما من جمهور الزمالك، انه مع الفريق في اي حاجه. احمد عيد بيقول صباح الخير عليك يا احمد، صباح الخير عليك يا انجي، اهم اسباب الخساره هي عدم التركيز في معظم اللاعبين واضاعه الفرص المحققه اللي كانت من الممكن ان تغير مجرى اللقاء. ورساله الى لعيبه الزمالك، الزمالك قبل اي شيء، والزمالك لن يقف على لاعب، والجمهور في ظهر اي لاعب هيكمل مع نادي الزمالك، بس لازم نشوف اداء. دي طبعا كانت ابرز تعليقات جمهورنا على السوشيال ميديا امبارح طبعا بعد خساره الزمالك.